عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. فالجنة مفعول به رجل فاعل في حرف جر، ذباب اسم مجرور، هو في للسببية وليست للظرفية. لو قلت مكثت في المسجد، في هنا للظرفية المكانية. أتيتك في الصباح، ظرفية زمانية. أما هنا سببية، دخل الجنة رجل في ذباب بسبب ذباب، كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. والذباب هو كل حشرة تشابه الذباب المعروف عندنا، ولا يعني في الذباب أنه الذباب المعروف عندنا، بل يشمل حتى النحل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام الذباب كله في النار إلا النحل. ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف اسم استفهام يراد منه التعجب من هذه الحال. قال تعالى كيف تكفرون بالله، هذا مما يعجب منه، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهنا الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم يختلف عن الوثن، فالصنم ما نشت على صورة، وأما الوثن فيكون على ما نشت على صورة أو لم يكن، لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء. وهذا يدل على أن مقصودهم تعظيم هذا الصنم بقطع النظر عن هذا المقرب به، فدل على أن هؤلاء يعظمون هذا الصنم ولو كان هذا المقرب به شيئا حقيرا. وهذا يدل على عظم ما تكنه القلوب من التعظيم لله عز وجل أو غير ذلك. ولذا قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، فقالوا له قرب ولو ذبابا. والذباب شيء مستقر عند ابن آدم، ولكن الله عز وجل ما خلقه إلا لحكمة، ولم يخلق جل وعلا شيئا إلا لحكمة. فقالوا قرب ولو ذبابا، لو هنا تفيد التقليل، فقوله قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، نجا في الدنيا لكنه لم ينجو في الآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام فدخل النار، وذلك لأن المعول على ما في القلوب. وقالوا للآخر قرب، ماذا قال؟ ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. يمكن أن يكون هنا إيجاز، إيجاز حث. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، بدلالة ما سبق في حديثهم مع صاحبه، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، وشيئا نكر في سياق النهي فتعم. فقلب هذا الرجل مليء بتقوى الله عز وجل وتعظيمه، فلو طلبوا منه أن يقرب ولو ما دون الذباب ما قرب، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. طارق بن شهاب اختلف فيه، أهو صحابي أم أنه غير صحابي؟ من ثم إن لم يكن صحابيا فهذا الحديث حديث موقوف، وإذا كان حديثا موقوفا فإنه مما لا يقال بالرأي، لأنه إخبار عن قصة سابقة، ومن ثم فإن الحديث المذكور لا تثبت منه أحكام، لأن الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقال بعض العلماء إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهذا قول ابن حجر رحمه الله. وإذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فهو مرسل صحابي، بمعنى أنه أعني طارق رضي الله عنه أخذه عن صحابي، وهذا الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسل صحابي. ومراسل الصحابة رضي الله عنهم كما سبق مقبولة، لأن الصحابة عدول، لا يمكن أن يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيئا ثابتا محققا، ومن ثم فإن الحديث يكون مرفوعا وتؤخذ منه الأحكام. لكن فيه علة أخرى كما قال بعض العلماء، وهي علة التدليس، فالأعمش من المدلسين،
والمدلس إذا عنعن الحديث لا يقبل منه حتى يصرح بالسماع، فلو قال المدلس عن فلان يكون هذا علة في الحديث ما لم يأتي طريق آخر يبين أنه حدث به أو أخبر به، لكن لو قال سمعت فلانا أو حدثني فلان فيكون هذا المدلس قد صرح بالسماع فيكون مقبولا، وهنا عنعنه، والتدليس أنواع مقامه في مصطلح الحديث.